شهناز looks great. I love كيف بتركب شهناز الألوان سوا. I love هول الأكسسوارز حطتهم بشعرها. اسمي شهناز الجميلي من العراق وعمري 24 سنة. اسمي على الانستغرام شهناز سليم وعندي أكثر من 150 ألف متابع. السيجنتشر ستايل مالتي هو سيمبل وغيرلي. مرات أحب ألبس أشياء تكون كلش كاجوال ومرات تكون كلش شيك and girly. فأي لايك تو ميكس بتوين بوث اوف ذم ودائما أحب أحط ماي أون تاتش بالألوان. أني اليوم ببيوتي ماتش لأنه إتس تشالنج فور مي وأني أحب دائما أجرب أشياء جديدة حتى أتعرف على نفسي أكثر. وجاية بالأخضر والفانكي هير، طبعاً هذا الستايل أنا ما أسويه، بس اليوم قلت خلينا نجرب نطلع برا الكومفورت زون لأنه هنا we're having fun، بدنا نسوي كريزي ستايلز وبدنا نغير كل الستايلات مع الناس اللي بدها تجي. اليوم أول وحدة. مدى أقدر أنتظر أكثر فأريدهم يوصلون بسرعة حتى نشوف المتسابقة ونبدي اللعبة. يلا كلنا محمسين للعبة يا شهناز وما رح نطول عليكي. هيدي ميسا وصلت. لحظة بدي حضروا الصفايرة. ميسا looks like an angel، يعني outfit لصورة تقتل على الانستغرام. Hello my loves، أنا ميسا من كندا، عمري 30 سنة، اسمي على الانستغرام is Miss Meisa and عندي 52 ألف followers. Signature style تبعي هو obviously confidence but it depends on the mood. Sometimes I like to wear edgy dark vibes and sometimes romantic effortless sophisticated. أنا جاية على البرنامج مشان أربح بس نفس الوقت I would love to make new friends and change someone's style. امبارح شهناز فازت وقبل امبارح ليلى فعن جد هلا أنا I have to amp up my game and go home as the winner. Hello. Wow, Elliot. How are you? I'm good. You look amazing. Thank you. بدي نظارات عينات. It was so bright, but it looked amazing on her. I liked it. لأنه ذكرتني بأول outfit لبسته. I love your outfit. The style is coming out completely different. ميسا اليوم طالعة عروسة. يعني white on white وحاطة هذا ال hair piece. I'm in love with her look. بس اليوم أنا متحمسة أشوف ال outfit تبع ليلى. وكل واحدة مود، انت اليوم هيك كام انا طالعة مخبلة. No honestly super fashion forward، يعني مثل لا تكوني على فاشن تي في. Thank you. ستايل الصبايا اليوم كتير مختلفين عن بعضهم، فخلونا نستقبل ليلى ونشوف اذا هي كمان لابسة شيء كتير غير او بتشبه حدا منهم مثل ما صار امبارح. كتير حلو. I love it. I like انه الفاشينيستز عم فرجونا قديش عم بتغير الستايل تبعهم من نهار للتاني، هذا شيء كتير ضروري للناس بتحب الفاشن.